الموسم ال 13 عباقرة المدارس ومباراة مهمة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. عاطف بركات المانيا للقاهرة متقدمين 110 نقطة، جمال عبد الناصر العسكرية فيكتوريا اسكندرية 40. وجمال عبد الناصر عندنا تغييرين، يوسف مصطفى رجع مكان أحمد عادل، وخالد علي رجع مكان محمود محمد. وعاطف بركات عندنا تغيير واحد بس، منار السيد رجعت مكان ملك حمادة. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط، منار ويوسف، يوسف ومنار. يوسف هتروح تسمع أغنية ترجع لنا تاني، تفضل تعالي منار مكان. الأسئلة مش صعبة ولكن عايزة تركيز. يوسف تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة بلجيكا؟ ملكي. صح. في أي قارة يقع نهر اللوار؟ أوروبا. صح. سيدة الزمالك هي رواية الكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ جمال خشن. غلط. من قام بدور عمر في فيلم عصابة الدكتور عمر؟ مصطفى قمر. صح. كم عدد الأيام في 20 أسبوع؟ باص. من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ابن النفيس. صح. في أي دولة عربية تقع مدينة الموصل؟ اليمن. غلط. صاحبة رأي هي أغنية الفنانة اللبنانية، فمن هي؟ نانسي. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت ماليزيا عام 1957؟ فرنسا. غلط. كم مرة حصل النادي الإسماعيلي على الدوري المصري؟ مرة. غلط. بصوا، أنا موافق على التشجيع، ولكن أنا عارف إن منار كانت تقدر تعمل أحسن من كده. للأسف. هتخانق معاكي. كم عدد الأيام في 20 أسبوع؟ 140. يعني في أسئلة ممكن تتلخبطي فيها، ولكن أولاً إحنا خلصنا الأسئلة. مالك؟ مش عارف. الحمد لله. تعالي مكان. الحمد لله. كم إجابة صح؟ مش عارفة. 4 إجابات صحيحة من 10. الحمد لله. طيب سليم، عايزين يوسف ينضم لينا. تعالى يا يوسف، عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ عايز اعرف. كويس، هقول لك. منار جاوبت 4 اسئله صح من 10، والحقيقه فوتت اسئله سهله جدا، هي نفسها عارفه ان الاسئله دي كانت لازم تتجاوب. ان شاء الله خير. فرصه انك تعوض. ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة بلجيكا؟ ملكي. صح. في أي قارة يقع نهر اللوار؟ أوروبا. صح. سيدة الزمالك هي رواية الكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ يوسف زيدان. غلط. من قام بدور عمر في فيلم عصابة الدكتور عمر؟ باص. كم عدد الأيام في 20 أسبوع؟ 140. صح. من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ابن النفيس. صح. في أي دولة عربية تقع مدينة الموصل؟ العراق. صح. صاحبة رأي هي أغنية الفنانة لبنانية، فمن هي؟ كارل سماح. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت ماليزيا عام 1957؟ بريطانيا. صح. كم مرة حصل النادي الإسماعيلي على الدوري المصري كرة القدم؟ غلط. كويس، برافو عليك يا يوسف. كويس، لأنها أول تجربة ليك. كم إجابة صح؟ 6 إجابات صحيحة. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. سيدة الزمالك أشرف عشماوي. طبعاً لأشرف العشماوي. والسؤال الثامن، صاحبة رأي هي أغنية الفنانة اللبنانية، هي مين؟ إليسا. إليسا. والسؤال العاشر، كم مرة؟ مرتين. ثلاث مرات. لا، الإسماعيلي حصل على الدوري 3 مرات، مش مرة ولا 2، 3 مرات. كلنا نحيي منار ويوسف، يوسف ومنار. النتيجة اتغيرت وما زالت مدرسة عاطف بركات في المقدمة، ولكن أعتقد إن جمال عبد الناصر رجع تاني في المباراة. منار كنتوا كام؟ 110. 110 و4 إجابات صح؟ 130. 130. طيب جمال عبد الناصر كنتوا كام؟ 40. 6 إجابات صح؟ 30 نقطة. و10 نقط هدية، بقيتوا 80. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء.
أول اتنين دعاء ومحمد مسعد. محمد مسعد ودعاء والهدف الأول. سؤال الأول: فنون، فنان راحل قام بدور فرعون في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، فمن خالد هو؟ خالد صالح. الهدف الأول. طب عليك يا مسعد، هدف بلا مقابل. علي وسعد ساعدوا علي، والسؤال اللي جاي مش قدرات ذهنية. السؤال التاني أدب. السيدة صاحبة الكلب وقصص أخرى هو كتاب لأديب روسي، فمن هو؟ خطف منك البازر. 13 قصة متنوعة: The Lady with the Little Dog and Other Stories. دوستويفسكي. دوستويفسكي. نفس إجابتك؟ دوستويفسكي. إجابة خاطئة. في إجابة؟ يبقى في إجابة؟ بقت في إجابة. إجابتك؟ ليه تولستوي؟ إجابة خاطئة. مين سيد القصة القصيرة؟ أنطون تشيخوف. صح. زي ما بنقول على يوسف إدريس: تشيخوف العرب. طيب، منار ويوسف، يوسف ومنار. يوسف لو إجابتك صح رجعت ب 25 نقطة. منار فرصتك التعادل. سؤال التالت رياضة. إيمان خليف هي أول جزائرية تصل إلى نهائي بطولة العالم بإحدى الرياضات القتالية عام 2022، فما هي؟ كاراتيه. الكاراتيه. إجابة خاطئة. الميدالية الفضية في البطولة. مصارعة. المصارعة. إجابة خاطئة. وزن 63 كيلو جرام في الملاكمة، والبطولة كانت في تركيا، وحصلت كمان على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط في 2022. زياد، فرصتك الوحيدة هي التعادل. لو إجابتك غلط ألف مبروك يا خالد، 25 نقطة. وطبعاً خالد ممكن يجاوب. السؤال الرابع جغرافيا. تقع جزيرة الريح بأحد البحار الرئيسية، فما هو؟ اتسمت بالريح بسبب الرياح القوية اللي بتضرب الجزيرة. الريح. بحر العربي. زياد، بحر العرب. إجابة خاطئة. في إجابة؟ البحر الكاريبي. البحر الكاريبي. طبعاً إجابة خاطئة. بتطل على سواحل السودان. البحر الأحمر. البحر الأحمر. حضرتك يا زياد وخالد ما جاوبتش، ولكن رجعت ب 25 نقطة، والنتيجة اتغيرت. جمال عبد الناصر 105، عاطب بركات 130. المباراة لسه في الملعب. سؤال واحد بس لجمال عبد الناصر ب 30 نقطة، وتجاوب صح تقدمت. مباراة مش سهلة. طبعا الأجواء داخل الاستوديو جميلة، ولكن التوتر واضع على الجميع. مدرسة عاطف بركات كانوا متقدمين وحاسين ان هم مسيطرين على المباراة. مدرسة جمال عبد الناصر قدروا بتحت الضغط وضربات الجزاء يرجعوا تاني في المباراة. لكننا ابتدينا من نقطة البداية. الهدف الأول. الحمد لله انا حرصت اول هدف في ضربات الجزاء، وان شاء الله في عجله الحظ نقدر نجاوب على اكبر عدد من الاسئله. التوتر تمكن عليا في تحت الضغط، وللاسف كان في اسئله كتيره ضيعت اجابتها، بس الحمد لله لسه سكورنا عالي، وان شاء الله نقدر نعليه اكتر في عجله الحظ. عجله الحظ هتبقى معقده جدا. خلينا نشوف
عاجة الحظ هتبتسم للقاهرة ولا هتبتسم لإسكندرية؟ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 85 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 425 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,175,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.